السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سأريكم كيفية هاكر الألعاب ببرنامج شات جي بي تي. رابط تحميل ستجدونه أسفل الفيديو من الموقع الأصلي. هنا لنوة 32 بت و 64. أنا لدي 64 بت. وإذا أردت أن تعرف ما هي نواتك، ضغط على أذن الضوء أو جهتك اليمين للماوس على أذن الضوء أو كمبيوتر أو حاسوب. هنا ستجد 64 أو 32. أنا لدي 64 فأستخدم شطين جيني 64 بت. هنا المتصفح الذي تختاره ستختار، لكني بأضف استخدم اللعبة بأضف فلس وهو فيجن كون تاغي. نقوم ببلاي كما ترى سبق وقمت بها كريا. سأريكم الآن طريقة. أيضا البرنامج لا يشغل على جميع الألعاب، وبعض الألعاب لديها حماية كبيرة إذا لا يمكن أن تقوم بها كريا. هنا لدي صفر سأكتب صفر. انتظر قليلا، سأقوم الآن بلعب بزيادة نقود لأريكم الطريقة كيفية هكذا. فقط هذا يكفي. سأقوم بجاه لنفسي أموت. ودائما تزداد النقود تحت 24، لكن سنرى المشكلة. هنا 275. سأكتب 275 ونكس سكان. هنا الكثير، يمكن اختيار جميع لاي، ولكن يمكن ان تؤثر بالنظام. اذا علينا التأكد ساختار مثل هذا 717. ها هي دي 117. ساقوم بضغط اليمين على الماوس ريكورد فاليو سجلها الرقم الذي اريد. يجب تقريبا لا يفوت 12 رقم. نستخدم مثل هذا الرقم. تقوم باللعب قليل كما تشاهدون، اصبحت كثيرة جدا. تقوم بالموت حتى تشاهدونها. انتظر فانا لا العب، انما الكمبيوتر يلعب. كما تشاهدون لا نستطيع شراء كل شيء. كما ستشاهدون بعد السيارة قوية وسريعة وتحرك بشكل عالي وقوية جدا. والمهم أصدقائي تكونوا قد استمتعتم بالمشاهدة، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.